هنعمل دلوقتي الشوربه. الشوربه هنحتاج فيها ايه؟ شوربه حلوه جدا، ممكن تضيفوا ممكن تنقصوا نوع الخضار اللي انتوا عايزينه، بس هي التوليفه دي رائعه بصراحه. هنحتاج فيها جزر، جزر متقطع دوائر، عندي فاصوليا خضراء وفاصوليا حمراء اللي هي الحب انا عاملاها هنا معلبه، كمان عندي بصل مفروم ناعم وثوم مهروس، بابريكا، شويه قرنفل، وعندي كركم، ملح وفلفل فقط لا غير. هاخد شويه زيت زيتون اهو، ما يعادل ربع كوبايه زيت زيتون، انه زيت زيتون بيديني فيها طعم حلو قوي. هنزل البصل اخليه يتقلب شويه الاول، فاصوليا الخضراء، وهاخد الطماطميه دي هنا، هاخد الجزر بتاعي، مش هاخد الكميه كلها، ممكن نحط شويه جزر هنا كده كده هو مسلوق، وعندي هنا الفاصوليا الحمراء. انا طبعا هرجع اقول لكم انا اوريدي سلقه المكونات بتاعتي كلها، بحط الثوم وابتدي اتبل التتبيله بتاعتي اللي هي الكركم وقرنفل، بنعمل شويه بس لو كترنا منه هيمرر معانا، وعندي البابريكا والملح والفلفل فقط لا غير. هي دي التتبيله بتاعتي الحلوه قوي. حابين تزودوا مكعب مرقه زودوها. هنا انا هقعد اشوح الشوربه بتاعتي بالشكل ده اهو، اول ما تاخد معايا التتبيله هقوم حاطه عليها الميه بتاعتنا وخلاص، وهخليها تغلي مده 20 دقيقه وهتبقى معايا جاهزه. اهم حاجه ما نكترش كتير قرنفل، ده الاساس عندي. هرجع واقول لكم احنا عملناها صحيه النهارده، لو عايزين نعملها مش صحيه هنزود عليها كريمه او هنتقلها بشويه نشا او نتقلها بشويه دقيق، براحتكم خالص. يعني دي خفيفه تنفع الناس اللي عايزه تحافظ على صحتها، لو حابين انه الموضوع يبقى اكتر براحتكم خالص.